فالحمد لله يعني كان نفسي طبعا الفرقة تصعد أول موسم، لكن كنا بننافس لحد آخر مباراة، وكنا أي. بننافس على الصعود. والموسم اللي فات برضو اللي كان فيه زد صعده، كنا لحد آخر مباراة بننافس على الصعود، لكن ما كانش فيه توفيق. لكن الموسم ده إن شاء الله بإذن الله يعني عاملين فرقة إن شاء الله عشان نصعد تاني الدوري الممتاز بإذن الله. بإذن الله. وهي فعلا منظومة محترمة جدا. وادي دجلة دلوقتي انا بتكلم مع الكابتن المدرب مصطفى شبيطة من النهاردة، خلاص نقدر نقول كده. ايه طموحاتك كمدرب؟ باصص لفين؟ شايف نفسك ازاي ممكن تكون تجربتك الطويلة في الملاعب مفيدة بالنسبة لك كمدرب؟ طبعا نفسي اوصل لابعد مكان في التدريب، بس طبعا يعني مش من يوم وليله الواحد هيوصل للي هو عايزه. انا ابتديت ان انا يعني اخد الخطوه دي